لو الحكاية فيها إن فيجو. صباح الخير. آيات الموافي باوي ديتو. نجيب بيه، كنا عايزين نعرف من حضرتك في البداية إيه تقييم حضرتك للمؤتمر الاقتصادي؟ أنا مبسوط قوي، لأن الحقيقة الإعداد هايل، التنظيم هايل، المستوى الأمني مرتفع جدا، والناس مقدرة هذا وما بتعترضش على الإجراءات الأمنية رغم إنها بتاخد وقت طويل قوي يعني. لكن بصراحة ما يعني أنت عارف أنا ما بقولش حاجة كده غير لو مؤمن بيها، يعني مجهود اتعمل غير عادي يعني. طيب عايزين نعرف من حضرتك إيه هي أهم المشروعات اللي إن شاء الله هتشاركوا فيها في المؤتمر؟ إحنا إن شاء الله هنشوف المؤتمر ده، هنشوف إن هنمضي عقدين. أهم مشكلة في مصر النهاردة هي الطاقة يعني. حتى لأي مستثمر بتيجي تقول له تعالى، يقول لك طب فين الطاقة عشان أعمل مصنع وأعمل أي مشروع كده؟ ولا مليون قنبلة، وإن شاء الله يقعدوا يفجروا 500 قنبلة كل يوم، لا يعرفوا ولا الشعب ده شعب ما حدش يعرف يخليه يركع، ولا هيوصلوا لأي حاجة، ولا هيخوفونا، وهنستثمر أكتر، وكل ما هيفرقوا أكتر. حتى المستثمر الخارجي برضه مش رأيه كده، لأنه جاي يكسب وشاف المكسب كبير هنا، ما يهموش بقى اللي فرق ولا اللي يعني. وأنت زي ما أنت شايف ربنا بيفرقها في وشهم كل كم مرة، كم واحد بيفرقها فيها.